من الألم، وبعدها تعود الإلفة إلى قريش التي هدمها محمد بما جاء به، كما فعل قصي بخزاعة وكانت قبيلة أم أولاده. لابد من استئصال محمد وصحبه، وينتهي هو وكل ما أتى به. يا أبا الحكم، إن كان صحيحا ما جاء به عمير بن وهب الجمحي، والله إني لأرى حزنا طويلا في مكة. ويحه، انخلع قلبه فرقا منهم؟ لا والله ما أرى هذا. صف لهم ما رأيت عند محمد، صف. يا معشر قريش، يا معشر قريش، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم يا معشر قريش. ما رأيك يا أبا الحكم؟ رأيي أن تتركونا نستمتع بالغناء والرقص، وإن غدا لناظره قريب. أشعلوا وادي بدر بالغناء والرقص. يا أبا البختري، إن عمرو بن هشام يريدها حربا عوانا حالما بسيادة مكة، وجل فرسانها وسادتها اليوم تحت إمرته، ولن يفوته ذلك أن يكون سيد مكة. فهلنا أن نحرمه ما يحلم به؟ دونك عتبة بن ربيعة، فعمر الحضرمي القتيل حليفه، إن احتمل دمه حقن دماء الجانبين. لقد خلصت القافلة ونجت، فما لنا ولحرب محمد وأصحابه؟ والله إنهم يتنمضون لنا، ثم إن بينهم أسود وغى مثل حمزة وعمر وأبي دجانة وسعد بن معاذ وعليك وسواهم من الفرسان الصناديد. عليك بعتبة يا حكيم. نعم الرأي هو، فعتبة شيخ بني عبد الشمس، وليس لعين أبي الحكم أن تعلو فوق حاجب بني عبد لنا. يا معشر المسلمين، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينوي الحرب، إنما أراد أن يتعرض لخافلة أبو سفيان لاسترداد أموالكم التي سلبوها المشركون في مكة، ولكنهم جاءوا إليكم بسيوفهم وعليهم رأس الكفر أبو جهل عمرو بن هشام. نحارب تحت راية رسول الله ولو قتلنا جميعا. رتبوا صفوفكم بحيث لا يظهر حملة النبال، واجعلوا الشمس من خلفكم وفي عيون أعدائكم، فلتثبت أقدامكم ولا تخشوهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقد قال سواد عندها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عريشه، ودخل إليه ومعه أبو بكر الصديق، ووقف على بابه سعد بن معاذ وعصبة من المسلمين حرسا رضوان الله عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر.
رأيت يا ابن أخي؟ سبحان الله، طرت السماء في غير موعدها، وهذا أيسر لحركة المقاتلة. أجل يا عم. إنهم 310 رجلا ونحن نقارب 1000. وقد أرسل خفاف بن أيمد بن رخصة الغفاري إلينا بابنه قائلا: إن أحببتم أن نمدكم بالسلاح والرجال فعلنا. ولما رددته يا أبا الحكم؟ قلت له: إن صلتك الرحم قد قضيت الذي عليه، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. معشر المسلمين، لقد أمدكم الله بالملائكة، ألا تخشوهم؟ النصر لكم بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنعمت صباحا يا أبا الوليد. أنعمت صباحا يا حكيم. كأني أرى في وجهك كلاما. بلى والله، لقد حضرت الحرب يا أبا الوليد، وها هو أبو الحكم بن هشام يساعرها، وما هي إلا ضربة سيف أو رمية نبل، وتدور الدوائر وتتساقط الرجال في ساحة الوغى، وقد يقتل الرجل أباه. فهل لك في أمر تذكر به إلى آخر الدهر وتفعل كما فعلت في سباك في حرب الفجار؟ وما هو يا حكيم؟ أن ترجع بالناس إلى مكة وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قد فعلت يا حكيم، هيا بنا. إنما هو حليفي، فعلي ديته وما أصيب به من ماله. هيا بنا إلى أبي الحكم، فإني لا أخشى أن يثير الناس للحرب أحد غيره. هيا بنا. يا سعد. نعم يا أبا عبد الله. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إن يكن في أحد منهم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، أن يطيعوا يرشدوا. ومن هو صاحب الجمل؟